الأول معانا عن بوست تم تداوله بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان من مطالب عمال النظافة. وإيه هي المطالب؟ واحد، يا ليت تضعوها في أكياس مغلقة. أعتقد ده طلب بسيط جدا يعني. اثنين، النفايات الحادة لفوها بجرنان أو بحتة قماش أو حاجة عشان لمنع طبعا الجروح. إذا تبقى قليل من السوائل، ماء، عصير، فرغوا العبوة قبل ما ترموها لأن السوائل بتزيد من الرائحة الكريهة. طبعا البوست شهد تفاعل كبير جدا من رواد السوشيال ميديا واللي طالبوا الناس إن هم يحطوا نفسهم مكان عمال النظافة ويشوفوا ممكن يستحملوا ده ولا لا. لازم نحافظ على غيرنا زي ما بنحافظ على نفسنا. ده غير إن حاليا دلوقتي طبعا منتشر بشكل كبير جدا إعادة التدوير والريسايكلينج زي ما بنقول، وان الفصل من المنبع زي ما بنقول كده ده مهم جدا بالنسبة وبيسهل بعد كده على عمال النظافة وبيسهل على شركات إعادة التدوير ان هي تقدر تشتغل شغلها بشكل منظم. بعدين الفكرة انه في ناس كتير قوي النفايات بالنسبة لها مهمة يعني كتيرة جدا، بيطلعوا منها حاجات، بيسترزقوا منها بكل الكلام ده، فاحنا ليه ما نسهلش على الناس؟ وبعدين فكرة انك تربط الكيس دي مش قصة خالص يا جماعة، حتى لأن الكيس لما بيترمي وهو مفتوح كده الحاجة بتقع بره، منظر مقزز. يعني خلي دايما ان احنا يكون لينا دور ايجابي، ما نقولش احنا مالناش دعوة، ما نقولش ان في ناس بتشتغل ليها الشغلانة دي هي اللي تقوم بيها، لازم يكون لينا دور ايجابي ولو نقدر نعمل حاجة نعملها وما نتأخرش عليها.